آخر لحظات في رمضان الوقت الساعة 6:15 باقي دقايق على الأذان ورمضان خلاص تقريبا خلص يعني المراية دي مش نظيفة خالص حاجة زعلت الصراحة يعني الواحد أول ما رمضان بيبتدي أو قبل رمضان بيوم يعني بيبقى مترب جدا ان هو ازاي هستحمل ازاي هصوم شهر كامل وازاي هقدر اصحى تاني يوم الصبح من غير ما افطر من غير ما اشرب قهوة وبتاع وبعدين في لحظة الشهر بيخلص سبحان الله فعلا يعني فعلا انا بحس ان هو رمضان كده بيبقى ايه انت بتصحى تتسحر تفطر تتسحر تفطر فالشهر كله بيروح لاحم في بعضه فجأة كده بيبقى كتلة على بعضها بتفوت كلها ونتيجة ان هو فيه اكتيفيتيز كتيرة هو الواحد لما بيعمل حاجات كتير بيحس ان الوقت بيمشي بسرعة فرمضان بيبقى فيه اكتيفيتيز كتير قوي فبيطير بيطير على طول بقى ربنا يتقبل مننا القيام والصيام والدعاء والصدقات وكل الحاجات اللي احنا حاولنا نعملها علشان يعني نحاول ننقذ نفسنا او نحاول نستغل اي حاجة يعني الواحد فعلا بيبقى زعلان جدا يعني فعلا يعني حتى لو انت بتبقى متضايق في الاول مهما كان بتبقى زعلان في الاخر جدا بس لقيت بكرة فدي برضو حاجة كويسة حاجة ربنا عامله عشان يفرحنا او عشان يعني ايه يكبر بخاطرنا كده اللي هو ما تزعلوش واحتفلوا بالاعمال اللي انتوا عملتوها ان شاء الله احتفلوا بالغفران وهو ده هدف العيد ان شاء الله ربنا يكون غفر لنا يعني ونقدر نخش العيد واحنا حاسين احنا مبسوطين والعيد بيبقى واجب علينا ان احنا نفرح دلوقتي ان شاء الله رايح افطر مع الشباب اللي في المحل والفلوج ده مفيش منه هدف محدد غير ان انا وحشني الفلوجينج وكنت عايز اتكلم معاكم شوية وكنت عايز احكي لكم فلسفتي السريعة عن ليه في ستبرك بنعمل مسابقة وليه بنصر ان احنا نحتفل بالعيد يعني السلام عليكم. عليكم السلام. اجاء الطعام؟ ما اعرفش احنا هيجي امتى عملوه. طب هو البتاع ده الموتوسيكل ده ايه ممكن نقلبه ولا ايه؟ هو تقريبا طلع فوق اصلا. شاورما؟ ده في كيس متعلق على البتاع. اخر اذان. اخر اذان في الشهر عايز اعيط شوية يا رب ما يبقاش اخر واحد اخر رمضان so sad هل تدعى الارض بها دوما والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سواتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. بس عشان ده ما بيريحنيش نفسيا خالص بقاله بتاع 4 سنين ولا حاجه بحس اللي هو احنا فطرنا يوم بدري طيب وعلى ما يبدو ان رمضان بكرة برضو يعني على ما يبدو ان احنا لسه مخلصناش رمضان والحزن اللي احنا قاعدين نحزن فيه ده كان على الفاضي عايز اعيط شوية يا رب ما يبقاش اخر واحد اخر رمضان بكرة تقريبا رمضان اتفضل يا حبيبي ده حاجة غير من ده من البيت تسلم ايد زوجتك بجد لا هي مش مراتي اللي عاملاها يعني بس هم في البيت تسلم يعني. ايد الحاجة ماشي بكرة رمضان مش العيد حتى الان يعني ما اعرفش ايه الجديد اللي هيحصل بس حتى الان هو تلعبوا انتوا في لعبة دول 30 200
كنت عايز اشارككم في الفلسفه بتاعتي في الاحتفال بالعيد. ما بكلمكوش انتوا كملوا زي ما انتوا. دلوقتي يعني اما مثلا كريسمس بيجي في مصر او اي عيد من الاعياد اللي هي مش بتاعتنا احنا كمسلمين، طبعا انا يعني انا عارف ان في ناس مسيحيين بيتفرجوا علينا، وانا عارف ان انتوا بتحترموا ان احنا او ان انا بتمسك بالقيم بتاعتي، فانا مش قصدي اي سلبيه خالص تجاه حد معين او حاجه، بس انا بتكلم عن الاعتقادات بتاعتي انا. يعني في الاسلام عندنا المفروض ان احنا نحتفل بالاعياد بتاعتنا احنا بس، ما ينفعش نحتفل بعيد اي حد تاني او بحاجه بتاعت حد تاني. فلما الحاجات دي بتيجي، لما كريسمس بيجي او مش عارف الحاجات دي بتيجي، في ناس عندنا بتحتفل بيها وفي ناس بتتبسط بيها وفي ناس بتعمل الحاجات اللي الناس اللي بتحاجات اللي بتتعمل في الاعياد دي يعني، تمام. فلما بيجي عيد من بتوعنا انا بحب احتفل بيه وبحب اعلن ان انا بحتفل بيه وبحب افرح فيه وبحب اعمل حاجات مختلفه فيه. والناس مثلا اللي بتقول لك انتوا بتعملوا كحك وبتجيبوا بسكوت وده اهدار ومش عارف ايه وبدعه ومش عارف ايه وبتاع، ما هياش بدعه ولا حاجه، مش شايف ان هي اهدار برضو. انا شايف ان دي حاجه بتفرح وحاجه المفروض نعملها لو احنا بنفرح، والمفروض ان احنا نتعمد ان احنا نعمل حاجات زيها تانية، علشان هو ربنا عمل العيد ده عشان نفرح فيه، مش عشان نبقى متضايقين ولا عشان نحور ولا عشان نترفع ولا عشان اي حاجه. لا، عمله عشان احنا من حقنا نفرح، وعشان احنا ان شاء الله بذلنا مجهود في رمضان، وعشان احنا ما عندناش غير العيدين دول بنفرح فيهم جدا ان شاء الله، بس بنفرح فيهم برضو في الاطار اللي ربنا يرضى عننا فيه. يعني ما ينفعش ان احنا نعمل حاجات غلط، ما ينفعش ان احنا نعمل حاجات حرام، لازم نبقى مراعيين تماما ان ربنا اكرمنا بان هو خلانا نقضي رمضان. فما ينفعش ان احنا نيجي ننتقم بقى، ما ينفعش ان احنا نيجي يعني نعامل ربنا ان هو خلاص رمضان خلص، ما صدقنا انه خلص، نجيب اخرنا بقى في الايه في الـ يعني مش عارف الناس اللي بتنزل بقى في ليله العيد بقى والحوارات دي. يعني في من المنطلق ده احنا في استبرق كل سنه تقريبا بقى لنا كذا سنه بنعمل مسابقه، المسابقه دي اسمها عيد باستبرق، هاشتاج عيد باستبرق على انستغرام بس. المسابقه دي انت بتخش بتصور صوره ليك وانت لابس اي حاجه من استبرق يعني، وانت في صلاه العيد، مش كده؟ مش هي في صلاه العيد بس ولا ايه؟ ولا مش لازم؟ مش لازم صح؟ طيب يعني اتصور وانت لابس طبرك ونزلها على الانستجرام عندك، واعمل هاشتاج عيد بستبرك، واعمل تاج لستبرك، هحط لكم طبعا الحاجات دي كلها على الشاشه او في الديسكربشن. وهتخش مسابقه، هنختار خمسه هيكسبوا جيفت كاردز من اول تقريبا 400 جنيه. هتكسب جيفت كارد تقدر تيجي تشتري بيه. في حاجه كتير جدا السنه دي ما شاء الله، في الوان كتير قوي. انا بفكر ان بفضل الله الدنيا كويسه يعني في الشركه دلوقتي، وانا ما باجيش كتير، فبتفاجئ لما باجي الاقي كل الالوان دي. يعني مثلا نايس، يعني في حاجات كتير جدا حلوه قوي يعني، وفي بناطيل كمان جديده بتاعه الصيف. المهم تعالوا بقى فشوا الحاجات، او ممكن تطلبوها اونلاين، ما اعرفش تتحول ولا لا الصراحه، بس عشان يعني نزود في ان احنا نفرح مع بعض كلنا يعني. بس هي دي فلسفتي. دلوقتي رايحين نلعب كوره ان شاء الله، فلازم اقلع التيشيرت ده، انا بشوف التيشيرت التاني عشان ما ينفعش اطلع في الفلوجات من غير استبرق. انا بحب التيشيرت ده جدا، ده التيشيرت الجديد بتاع ايليان بيرد. ده ممكن يبقى التيشيرت المفضل ليا في استبرق في تاريخها. تعالوا جيبوه، واللي عايز يجيبه بالفيت اللوس اللي انا كنت لابسه بيه دوت، الفيت الواسع ده والطويل، يجيب المقاس الاكبر. يعني انت لو بتلبس ميديوم هات لارج، لو بتلبس لارج هات اكس لارج. اوكي يلا بينا. كان في حاجه اخيره معلش نسيت اقول لكم، ان الباتريون دلوقتي بقى 69 باترون، 69 حد بيسبورتني يعني وبيسبورت البودكاست. هم كانوا اكتر من كده، بس لما بيجي اول الشهر في ناس كتير الكريدت كاردز بتاعتها مش بتعدي، فهم كانوا مثلا وصلوا حاجه و80 بس، عاش الحمد لله الدنيا ظابطه جدا، شكرا ليكم جدا يعني.
كل سنة وانتم طيبين. بس كده ما عنديش حاجة تانية. يا ويلكم. ازيك يا باشا؟ حازم انت منعزل عن الصحبه عن بتاع ده السوشيال ميديا ليه؟ عن الصحبه ولا عن السوشيال ميديا؟ لا السوشيال ميديا. انت عايز تقول الصحبه؟ سيبك من الصحبه. لا انت عايز تقول الصحبه. عايز الصراحه بس مش مشكله. انا مركز في رمضان بس. بجد؟ اه والله. مش متضايق؟ لا لا خالص. ماشي. ايه رايكم؟ ايه رايك انت؟ حلو جدا. خدت من واحد تاني كمان.